إنها القطط الأقوى في العالم. النمور البيضاء جميلة لكنها حيوانات مفترسة ومخيفة. تبدأ قصتنا في منزل شابة تعشق الحيوانات. لدى الشيخة لطيفة بنت راشد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم وعائلتها إحدى أفضل المجموعات الخاصة من الحيوانات في العالم. تجوب الأسود البيضاء داخل قصرها في دبي، تحلق الصقور فوق الرؤوس باهتمام من أخيها الشيخ محمد بن راشد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم، وتلهو صغار النمور البيضاء عند نوافير المياه. بالاعتناء بهم منذ صغرهم كونت الشيخة لطيفة علاقة مميزة مع أكثر الحيوانات المفترسة شراسة. هذان النمران الأبيضان هما سبايس وشوغر، وقد قامت الشيخة لطيفة بتربيتهما منذ حداثة سنهما ليصبحا عضوين خاصين ضمن العائلة. أنا كانت أمي وخالي الشيخ محمد بن راشد كان كل وعائلتي كانوا كلهم يحبون الأسود، فهالشيء انغرس فيه. عاش النمران هنا منذ كان عمرهما 3 أشهر، لذا سيكون اليوم يوما صعبا إذا سيغادرا هذا المكان، لأن النمور كبروا وضاق المكان عليهم. نحن فكرنا في توسيعات، لكن يعني نحن بياخذ وقت، فقررنا أن نعطيهم المكان يعني يهتموا بهم أحسن أفضل. بعد بحث طويل شفت أن حديقة العين مناسبة للاحتناء بالحيوانات النادرة. لقد تكرمت الشيخة لطيفة بإهداء شوغر وسبايس إلى منتزه العين للحياة البرية. أسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الحديقة عام 1968، حيث يقطنها الآن أكثر من 4000 حيوان ينتمون إلى 186 نوعا مختلفا، بما فيها وحيد القرن والزراف والأسد الأبيض. لكن على شوغر وسبايس السفر مسافة 150 كيلومترا من دبي ليصل إلى منزلهما الجديد. لقد نسقنا عن كثب مع فريق سمو الشيخ لطيفة عن كيفية إدخال النمور في المركبة التي قاموا بتجهيزها خصيصا لنقلهما. لقد اجتمع فريقا الخدمة البيطرية من كلا الطرفين وكذلك مربو الحيوانات قبل موعد النقل، وقمنا بوضع الخيارات لعملية تحميل النمرين وكيفية تقديم الدعم اللازم أثناء الانتقال من دبي إلى مدينة العين. نادرا ما ترى نمرا يسافر داخل سيارة، وفي البداية كان شوغر وسبايس راكبين مترددين. ولكن مع بعض التشجيع من القائمين على العناية بهما أصبحا جاهزين للانطلاق. مع مواكبة الشرطة لرتل السيارات تستغرق الرحلة إلى مدينة العين حوالي 90 دقيقة. ثم حان الوقت لإنزال الحمولة الثمينة.
على شوغر وسبايس تمضية بعض الوقت في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهما وإنهما لا يحملان أي أمراض قد تؤثر على الحيوانات الأخرى في الحديقة. أثناء تواجدهما في الحجر الصحي يتم تدريب النمرين على دخول هذه الصناديق ليتم نقلهما إلى مسكنهما الجديد. في البداية كانا مترددين، ولكن سرعان ما تعودا على ذلك. بعد انقضاء بضعة أسابيع في الحجر حان الوقت لنقل النمرين لمنزلهما الجديد. النمورة أكثر القطط وزنا في العالم، يمكن أن تنمو لأطوال من 3 أمتار وتزن حتى 300 كيلوغراما، لكن كثرة الأيادي تخفف الحمل الثقيل. بفضل الهدية القيمة من سمو الشيخ لطيفة، لدينا اليوم قطين إضافيين جميلين، النمرين الأبيضين. لقد نقلناهما للتو إلى منزلهم الدائم في بيت القطط الجديدة. إنهما يتأقلمان جيدا، وقد علمت أنهما بدأ يأكلان. إنهما يلتقطان الطعام من يد مدربتهما. كل شيء يسير حسب المخطط له. أننا بحق نتطلع بشوق إلى عرضهما على الجمهور، لأنني أعتقد أن ضيوفنا سيستمتعون بمشاهدتهما. إنهما إضافة ممتازة للمجموعة التي لدينا، سيشكلان بالتأكيد قيمة إضافية للتجربة التي نوفرها للضيوف في منتزه العين للحياة البرية. بفضل كرم عائلة يستطيع كل من في الإمارات الآن التمتع بمشاهدة النمرين الأبيضين الرائعين وهما يتأقلما في منزلهما الجديد.